تفضل. قهوتك يا عبد العزيز بيه. شكري يا هبة. ده انا والله اللي متشكره قوي ان حضرتك يعني سالت عليا وانا عيانه. المهم انت كويسه دلوقتي؟ اه الحمد لله. لو عايزه تروحي روحي. لا 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 خالص، ده انا كويسه قوي. طب لو سمحت ممكن تجيبي لي جاكيت؟ عيني. اتفضل. شكرا. تعرفي يا هلا، انت اول واحده ارتاح لوجودها عندنا هنا في البيت. والله انا مبسوطه قوي يعني بسمع الكلام ده من حضرتك انت بالذات. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. عندك حاجه بعد ما تخلصي هنا؟ ليه، هو في حاجة؟ اه عايزك تخرجي معايا. والله يا عبد العزيز بيه أنا من إيدك دي لإيدك دي. ثانية واحدة. اتفضل. ممكن تقبلي دي؟ إيه دي؟ دي حاجة بسيطة يعني. علشان يعني؟ أيوه. ده علشان انا؟ والله ده كتير قوي يعني، انا مش عارفه اقول لك ايه، بس هو يعني لا مؤاخذه يعني في السؤال، يعني هي ايه مناسبه الهديه الحلوه قوي دي؟ الله، واحنا لازم يبقى في مناسبه عشان نهادي الناس المهمين عندنا؟ لا، حضرتك عايز مني حاجه؟ لا، بس فكري في اللي طلبته منك. هفكر. متر امير، يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا خرافت؟ الحمد لله، نشكر ربنا. شكلك عاوز حاجه يا ابني، قول ما تتكسفش، احنا جيران. والله حضرتك كانت انسه مرايه بنت حضرتك كانت عايزين اطمنها على تميم. صحيح اخبارها ايه؟ للاسف مش اي اخبار جديده. طب ما ينفعش نتكلم كده، تعالى جوه تشرب القهوه ونتكلم، ولا وراك شغل؟ لا لا، شغل ايه؟ أنا من ساعة ما فتحت المكتب ما فيش زبون لسه جه. القهوة يا ماريا، القهوة. تعال يا ابني، تعال تعال يا متر، اتفضل. اوعى تتضايق إن أنت ما عندكش زباين ولا حاجة، ده عادي يعني بيحصل، أنت لسه فاتح جديد. والله يا عم رأفت أنا مش متضايق ولا حاجة، وعارف إن الرزق كله بإيد ربنا سبحانه وتعالى. نشكر ربنا على كل حال. الحمد لله. دي والدة ماريا مش كده؟ لا، دي مراتي الأولانية. إيه؟ مستغرب ليه؟ أصل أنا بصراحة عارف إن أنتوا ما عندكوش طلاق، فإزاي مراتك الأولانية يعني؟ ما هي ماتت بعد ما اتجوزتها بسنة بالظبط. أنا آسف، والله ما كنت أعرف. على إيه؟ على إيه؟ دي بقى والدة ماريا. اقعدي يا ماريا، تصدقي انه كان فاكر ان انجي هي والدتك؟ كانت زميلتي في الجامعه. تعرف ان الحب الاول اعظم شيء في الدنيا، بيبقى كل حاجه فيه حلوه، احاسيسك، الامك، احلامك، كل حاجة فيه بتبقى حلوة.